عبر الهاتف من بنغازي مباشره ينضم لنا الاعلامي عبد القادر الهلالي. سيد عبد القادر، مساء الخير، اهلا بك معنا. بعد ان تم الاعلان اذا عن تحرير بنغازي، نسمع عن الاشتباكات بين القوات الليبيه وبين افراد داعش. حقيقه هذه الانباء وايضا حقيقه سقوط ضحايا كما ذكر الخبر قبل قليل، وماذا يجري على الارض؟ نعم، قبل أن نبدأ بأي شيء أريد أن أذكر بأن منطقة سوق الحوت والصابري محررة بالكامل من قبل القوات المسلحة. الاشتباكات التي حدثت في المحور هي في إطار تمشيط تلك المنطقة، هي عبارة عن حرب تمشيط وحرب ألغام. طبعا بحكم البيئة الجغرافية لمنطقة الصابري وسوق الحوت، فالأبنية متراصة وشوارع المنطقة ضيقة جدا، ونحن نعلم أن الجماعات الإرهابية تحصنت في تلك المنطقة فترة طويلة، مما جعلها تقوم بفتح حفر داخل الأبنية ناهيك عن التراديب الموجودة تحت الأرض منذ فترة الاحتلال الإيطالي. فقوات الجيش تقوم بملاحقة فلول تلك الجماعات داخل السراديب والأبنية، بالإضافة إلى أن ثلث الهندسة العسكرية لا يزال يقوم بتمشيط تلك المنطقة. طيب، عملية التطهير أو تمشيط عبد القادر، بحسب المعلومات التي لديك التي استطعت الحصول عليها من على القادة في الجبهة، ما المدة التي ستستغرقها، وأيضا ما مصير من تبقى من أفراد داعش؟ نعم، المدة يمكن من 10 إلى 15 يوم ستقوم ثلث الهندسة العسكرية بتمشيط تلك المنطقة. نحن نعلم أن صنف الهندسة العسكرية يعاني من قلة الإمكانيات، ولكن أيضا رغم التحذيرات من المؤسسة العسكرية بعدم الدخول لمنطقة الصابري، لأن بعض المواطنين قاموا أيضا بالدخول وتفجر قيم الألغام التي زرعتها تلك الجماعات. قبل قليل اتصلت بمركز بنغازي الطبي وصرح لي قسم الطوارئ بالمركز بأن تم إحالة 14 حالة من مستشفى الجلاء إلى مستشفى او مركز بنغازي الطبي من قبل افراد المؤسسه العسكريه، والسبب هو الالغام، والحرب في الوقت الحالي هي حرب الغام وتمشيط. ايضا صرح لي المركز بان هناك اعداد كبيره من جثث الدواعش مرميه امام ثلاجه الموتى بالمركز. نعم، شكرا لك اذا على هذه المشاركه معنا الاعلامي عبد القادر الهلالي، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من بنغازي.